قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه يجب تقديم تنازلات مؤلمة لضمان استعادة الرهائن المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب. وخلال خطابه أشار جالانت إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من توقيف أعمال حماس العسكرية في الجنوب، مضيفا أن حزب الله يتكبد ضربات وتم القضاء على قيادته، كما تم تدمير غالبية ترسانته الصاروخية وتراجعت قوته عن خط الحدود. عشرات القتلى والجرحى في ضربة جوية إسرائيلية جديدة على منزل في جباليا شمال قطاع غزة المحاصر، والتي تشهد هجوما عسكريا إسرائيليا مستمرا منذ أكثر من 3 أسابيع. فبعد أكثر من عام على الحرب في القطاع، عادت قوات الجيش الإسرائيلي إلى شمال غزة للقضاء على عناصر حماس الذين أعادوا تنظيم صفوفهم وفقا لما تزعمه إسرائيل، وذلك بعد مقتل 3 من جنودها في معارك هناك. الهجمات الإسرائيلية البرية والجوية أصابت نظام الرعاية الصحية في شمال غزة بالشلل، فيما أعلنت فرق الدفاع المدني توقفها بعد اعتقال العديد من أفرادها من قبل الجيش الإسرائيلي. وفي وقت يعلن فيه الجيش الإسرائيلي قضاءه على أكثر من 40 من عناصر حماس في منطقة جباليا في عمليات دقيقة ومحددة للغاية وفق تعبيره، تصرح وكالة وفا الفلسطينية الرسمية بأن ضربة إسرائيلية أودت بحياة 40 مدنيا فلسطينيا في بيت لاهيا، ليرتفع عدد الضحايا في بيت لاهيا وبيت حانون في جباليا إلى أكثر من 800 قتيل في أقل من 3 أسابيع. والله ما فرحت عليك يا بابا، عن يوم الاولين يا بابا. قديش عمرك؟ 10 يوم. ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة مراسل المشهد محمد بعلوشة. مرحبا بك محمد. إذن آخر المستجدات الميدانية، سواء لناحية الضربات في جباليا وكذلك الأوضاع الصحية، أوضاع القطاع الصحي بشكل عام والأوضاع الإنسانية، تفضل. في شمال قطاع غزة آسيا، الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المربعات السكنية، يواصل إطلاق القذائف المدفعية على أكثر من منطقة، منطقة جباليا النزلة، منطقة جباليا البلد، منطقة الصفطاوي ومحيط هذه المناطق، بالإضافة للمناطق الشمالية لمخيم جباليا، بالإضافة لمواصلة حصار الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر للمواطنين الذين لا زالوا يتمسكون بالبقاء في المناطق الشمالية. اليوم أبلغنا عن احتجاز الجيش الإسرائيلي لعشرات من هؤلاء المواطنين بعد تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، ومن ثم عرضهم على الفحص الأمني. بعد ذلك يتم فرز هؤلاء، إما اعتقال للداخل الإسرائيلي عبر نقلهم بشاحنات، وإما ترك هؤلاء بعد تركهم لساعات طويلة الإفراج عنهم ثم تحديد مسار لهم ليتوجهوا إلى مناطق مدينة غزة التي باتت مكتظة بالسكان نتيجة عدم وجود أي أماكن لهؤلاء ليحتموا فيها، عدم وجود مراكز إيواء. وأشير هنا إلى أن غزة والشمال لا توجد فيها أي من المؤسسات الدولية العاملة التي تقدم خدمات سوى بضع المساعدات التي تأتي، وهذا على قلتها إن أتت إلى مدينة غزة والشمال، يتم توزيعها فقط. هكذا ينحصر دور المؤسسات الدولية العاملة هنا في غزة. في مدينة غزة كان اللافت اليوم استهداف مدرسة غرب المدينة، ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 11 ضحية، بالإضافة لاستهداف مدفعي كان في منطقة السدرة إلى الشرق من مدينة غزة أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات. كذلك الأمر في حي الزيتون، قصف مدفعي عنيف شهدته تلك المنطقة أدى إلى إصابة
عشرات الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول أو تفقد أماكنهم، تفقد منازلهم، أخذ بعض من متعلقاتهم الشخصية، وكذلك الأمر في حي تل الهوى. وأشير هنا إلى أن هذين الحيين لا زال الجيش الإسرائيلي يواصل العمليات العسكرية فيها، وإن كانت بشكل محدود في بعض الأيام، ولكن هذه العملية مستمرة منذ ما يقرب من 4 أشهر. في المناطق النصيرات اليوم تم الإبلاغ عن مقتل 3 فلسطينيين برصاص طائرات لكواد كابتر عبر الرشاشات النارية التي تطلق عليهم في خان يونس. من المناطق الشرقية منها تم استهداف منطقة تعتبر سوق لحي جيزان أبو رشوان، أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين. إجمالا آسيا، في قطاع غزة المنظومة الصحية بات عملها محصورا في أكثر في عدة مناطق. في مناطق وسط قطاع غزة مستشفى شهداء الأقصى في الجنوب، مستشفى ناصر، وفي غزة مستشفى المعمداني. شمال قطاع غزة خرج تماما عن العمل. التقديرات لدى المنظومة الصحية والدفاع المدني بعد خروجهم عن العمل وجود ما يقرب من 1000 ضحية خلال 23 يوما. كانت مجمل ما سقط من ضحايا ومفقودين في هذه العمليات التي يواصل فيها الجيش الإسرائيلي عملها فيها، بالإضافة لوجود عشرات المفقودين داخل منازلهم، عدم وجود معدات بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان آخر سيارات الإسعاف التي كانت تتواجد، بالإضافة لآخر سيارة تابعة للدفاع المدني في منطقة شمال قطاع غزة. إذا ما تحدثنا سريعا على صعيد العمليات العسكرية، اليوم كتائب القسام تحدثت عن استهدافها جرافتين وناقلت جند قرب المقبرة الشرقية لجباليا، وهي في المناطق الشرقية لمخيم جباليا أو المناطق الشمالية، بالإضافة لحديث سرايا القدس في بيان لها عن استهدافها بقذائف الهاون موقع السيطرة في نتسريم، موقع التحكم والذي يفصل قطاع غزة إلى نصفين شمال وجنوب. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات عبر الهاتف من غزة مراسل المشهد محمد بعلوشة.